او ماي جاد يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيشتم. احنا شباب ما بدنا نطول لكم اكثر من هيك حبايبنا، اوكي؟ كثير متحمس هذا الحدث شباب، هذا السكين الاسطوري يا حبايبي، كثير منكم بتشرب بين بصحصح مش فايق جديد، اوكي؟ ليك القهوه شباب، جبت زبط القهوه حبيبي، والله كيفكم؟ ان شاء الله باللوز. قبل حبايبنا كل ماشي بقطع حبايبنا، لا تنسوا تصلوا على حبيبي محمد عليه الصلاه والسلام، يعني الناس تنسونا باللايكات وشير وبارتجات، خلينا ندخل على السريع معلم لانه ورانا شغل، ورانا جلد، ورانا شباب، ورانا الشركه، تمام حبيبي. اوكي الان شباب ما تشوفين شباب اليوم عن هذا الحدث، سهم معروف تمام، لازم السهم تنضرب هيك ولا هيك ولا حبيبي والله، فهمت علي شيخ؟ اوكي الان سوف نبلش شباب. اي اول شيء طبعا كمان على الناس من جوا حبيبي قبل شوي، يلا شوف حظنا. طبعا شباب اخر فتره حظنا كان باللوز تمام، هيك ان شاء الله يكون نفس الشيء. يلا ابلع اول سهم معلم، بروح شو جيك على السهم، يسك على اول لفه مع... لا سلامي بيض طب لازم هي نضرب 10 ضربات شباب، شو رايكم؟ وقف شوي، خلينا نضرب وحده وحده، طوري بالكم طول وقتها اثنين، لا هيك بعلم ما يمشي الحال. طبعا شباب هون مثل ما انتم شايفين شباب هون عندنا خصم لمده 30 دقيقه لا 30 دقيقه 30% 30 دقيقه 30% تمام، يعني جيت على السهم 30 دقيقه شباب نحاول ناخذ الاشياء بسرعه، فهمتوا علي كيف؟ وهون عندنا خصم 50% لاول 10 ضربات تمام. لا خلينا نشوف شباب، ليتس جو، شو رايكم الوضع اللوز؟ يلا اول سهم معلم شوف نعمل مقص ولا 50 كفو، لك عاش كفو، هي اثنين حلو عجب. ما ينحسبوا شباب، ينحسبوا بعدين تمام، شي مرتب حلو كثير حلو، روح اضرب يا جميل، شغله بالوسط بالوسط معلم، يا سلامي شوي اثنين يا زلمة، نروح نعمل سكايب نشوف نعمل سكيب ولا شو على السريع، اثنين اوكي بيض تمام حبايبي. بس هون راح ندخل حابب اشوف كم يكلف هون السكين، وات ايام زمان كانوا يحطوا السكين كم، هلا توزعوا كلها بعضه يعني تقريبا بده بعلم كم زمان، خلينا نعمل حسبه شباب هون على 100 190 وات تقريبا 300 اكثر من 310 هيك شيء شباب. ايه حبيبي والله اتمنى 22 شباب، يلا نضرب عندنا خصم 10 لفات ب 12 تمام، خلينا نضربها على 10 يلا روح مباشرة نشوف حظنا. يو شوف ليش معلق على الاثنين هذا؟ ايش فيه؟ 21 بس حرامات يا زلمة اقسم بالله، يلا خلينا نضرب معلم وان شوت اثنين زفت، نضرب كمان وان شوت معلم بيضة، يلا بلو يلا بلو اعطينا شيء 10 20 يا زلمة، 10 20 يا شباب، 10 20 ما بيعطونا يا زلمة كلهم معلقة هالاثنين اقسم بالله، شو هذا؟ يلا روح لا حول الله لا حول الله يا ربي يا اخي شو ايش ها اعطانا شو اعطانا 15 كفو حلو. اوكي شباب خلينا نشحن الجواهر تمام، اوكي حبيبي هيك بكون شحنا الجواهر تمام باللوس، هيك شحنا الجواهر حبيبي طبعا، لازم ما استشف في جواهر تبع بال تذكرت بعد شوي بقول لكم تبعت الفاير باسات ودول، يلا روح يلا افتل روح شي 20 شي 20 بربك خمسه حلو احسن من الاثنين تمام مرتب، لا يا زلمة لا تعطينا اثنين دخيل الله، لا يا اخي لا يا اخي لا ثلاثة احسن بشوي، يلا روح ثلاثة شو ايوه لا يا زلمة لا 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 ما اتفقنا هيك معلم، ثلاثة يا اخي ثلاثة واثنين شو اعطونا شي 15 كذا 20 يلا بلو 20 لا حول الله يا ربي حلو ثلاثة فكرت 15 يلا اثنين ثلاثة اقسم بالله شيء مو طبيعي شباب، خدتها طول بقى خلينا نعمل سكايب نعمل انيو غير نشوف اجي سكيب اوه ماي جاد شباب واي حبيبي والله شباب شفت اجي السكين اقسم بالله شباب والله وضع اللوز معلم اقسم بالله شباب يعني طول وراك طبعا شباب العادة هيك احداث حبيبي والله معلم حظنا اللوز قلت لكم يلا نايس جي جي اوكي شباب خلينا نطلع لهون شباب في عندنا هون حط حصل تراكم يا دولي نجي لهون حبيبي والله معلم اللوز شلون كان في توب اب كمان ما اعرف كان في شيء نازل توب اب حبايبنا مش حنجيب التوب اب حقيبه ولا شو كان ما اتذكر والله ايه بعيد هاي هو هاي الحقيبه والله حقيبه باللوز معلم شكل نار وحلو والله نجرب ان شاء الله بعد شوي
نعمل هون جربه كمان حبيبنا الحقيقي نشوف شو وضعه. تمام وين السكين؟ جيبوا لي السكين يا زلمه. وين راح السكين؟ تعال هون وينه هذا؟ شوف السكين معلي. طبعا هذا السكين شباب قديم هو تمام، بس ولكن كان نزل بسيرفرات تانية، بس ولكن لحد لا ما نزل بسيرفر عنا يعني تصير يعني سكين قديم كتير شباب، يعني سكين طبيب تمام له نسخه دي قديمه شباب. عارف تذكروا يوم زمان من ستي وقت نزل السكين تبعه، بس ولكن اتس كول. خلينا نشوفكم شباب بكره عن قرب السكين هذا تمام. عندنا هون الجسم كامل يعني الراس ومع هذا يجي كامل تمام، بس لو حرام يعني لو كان حاطين بس النظارات يعني كنا نبقى يعني مشان نفرجيهم نحن دائما طبيبين. اوكي عندنا هذا الجسم شباب، طبعا شباب الجسم الحلو بيعجبني شباب. طبعا تشكيت اغلب السكين شباب بتشكله ما يكون في سكيت او شيء بيكون كتير ضخم، بس هذا صاير يعني كانه ما في شيء تمام. البنطال معلم في دم وما دم و... اوكي مرتب تمام. الحذاء كله دم شاب يعني تم شاب. طال شوف طالع من شيء عملية ده شكله معلم حبيبي والله. اوكي خلينا نفتح نشوف كيف وضعه شاب باللعب. نجرب ندخل نجرب بشكل سريع. طبعا بعد شباب طيب لازم قول لي الحقيبة تمام معلم باللوز. يلا ندخل نشوف. يلا ندخل حبيبي روح بوي حبيبي والله. اوكي هذا هو السكين حبايبي مثل ما انتم شايفين. الصراحه مثل ما توقعت شباب التشاكيت تبعه مو هيك يعني ما بياخذ يعني الحجم الكبير، بس ولكن يعني عم بياخذ على الجسم كامل مو كبير ابدا لا. اوكي خلينا ندخل نشوف كيف شكله باللعب مثل كل مره حبايبي. طيب بشكل سريع نشوف الوضع كيف راح يكون باللعب. ليتس جو. شوف هذا معنا قولي حبيبي والله. اشوف هذا معلم وين الشباب طيبة حبيبي. سحبت يا معلم جايب سنايبر معلم دبحتني في البيت سنتين. أنا ميت والله شوف حالي إنه ميت. تمام شباب مو راح أطول لكم أكثر من هيك تمام. بدنا نروح حابب أجرب شغلة هذا السكين شباب أجرب يعني طولوا بالكم. نحفر جيكم طولوا بالكم. نجي لهون شباب. حبيت أشوف الجسم البنطال كيف شكله معلم. أوكي حبيبي. لا شباب خلينا حتى بدي أجرب شغلة شباب ضروري التمانو ساكورا الطبيبة معلم. الساكورا اليوم من يوم راح شباب راح يصير دكتور حبيبي والله. اوكي حبيبي مثل ما انتم شايفين شباب اليوم خلص عندنا اليوم الشباب الدكتور ساكورا شباب اليوم ان شاء الله يكون العنوان مسيات دكتور ساكورا. اوكي سو حبايبي الكرام الله يسعدكم يا رب، شكرا لوجودكم معنا، شكرا لمشاهدتكم لنا لهذا المقطع الجميل. الله يسعدكم يا رب. لا تنسوا شباب تتابعونا بكل الروابط التواصل الاجتماعي بالانستغرام وكل هذول مع بعض فهمتوا علي كيف. اوكي وبنعمل دائما بث مباشر بشكل يومي شباب على الفيسبوك حبايبنا على الساعه 6 7 بتوقيت شمال افريقيا والشرق الاوسط. اوكي حبايبنا نشوفكم على خير ان شاء الله، بس صبرتوا معنا بهذا المقطع الخفيف. سي يو تونايت. تشاو.